الفريدي اليوم؟ الفريدي وانقلها عني. انقلها عنك؟ ايوه. كان فارو يقول لما يستلم الكوره احس اني استمع اتسمع موسيقى. هذا نوعيه اللاعب الموهوب. في لاعب مصنوع وفي لاعب موهوب. اللاعب المصنوع تلاقيه لما يقولون يبغى له يرجع اكثر من مباراه عشان يدخل الجو المباريات. النوعيه هذه يعني انت تشرف فريدي لما استلم الكوره وعدى فيها يمين مرتين كانه حافظ الملعب. هذا ما غاب كل المده هذه. احنا نقول يعني الف مبروك لعشاق المتعه لاحمد الفريدي. احمد الفريدي يعني لاعب في زمن جميل يعني جاي للملاعب هذه. اتمنى ربي يحفظ النوعيه هذه من الاصابات اللي هي فعلا تزرع المهاره. واحد يقول لك ما شاء الله مني انا الخوف منه هو. عادي يقول لك خاف اني امرر الاسيست. انا بالنسبه لي انا اقول لكم بس ماني دخل. انا بالنسبه لي هي ما شاء الله وما شاء الله ويعني ولو يبغى مني يعطيه يعني ما شاء الله على فريدي يعني الله يحفظه يعني بس الله يحفظه. هو يسعدك اللاعب اللي يجي بعد اصابه يعني او بعد توقف او بعد عقوبه كذا ويؤدي يعني يشوف لما رجع ياسر مباراه زي ما قال خالد توقيت ولعب ولعب ضربه الجزاء كذا بشكل سينمائي ولا كانه الولد موقوف يعني نوعيه لاعبين يشعرون بمسؤوليتهم يشعرون بمسؤوليتهم امام انفسهم امام مدرجهم امام ناديهم. بصراحه اللعيبه هي الجيل ذا اللي يفتقد المسؤوليه كثير ترى ان النخبويه من اللاعبين المتبقين من الجيل السابق يعني اعتقد ما زال هم اللي يحتفظون بهذا يعني الرونق اللي حقيقه الشعور بالمسؤوليه امام مدرج امام تاريخ امام نفسه. ايش يسوي بعد العوده دي؟ فاصل قصير بعد الفاصل يكون معنا أبو زياد.